اجتمع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باللواء شريف باسيلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واستعرض الاجتماع مجالات عمل وأنشطة الشركة المختلفة وكذلك التقدم المحرز في استكمال الأعمال والمشروعات التي تنفذها الشركة في مجال الصوامع والتخزين، وخاصة إنشاء الصوامع الحقلية ورفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وكذلك أعمال نقل الأقماح المستوردة والمحلية ومتابعة موقف تنفيذ منظومة إدارة ومراقبة عملية تداول الأقماح وإدارة مراقبة الجودة وعمليات المراقبة والتتبع لهذه السلعة الاستراتيجية.